يقول السائل: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في رمضان، وكيف يفسر صرع بعض الناس من الجن ويتأكد ذلك بنطق الجني على لسان المريض؟ تصفد عن المؤمنين، ما تشغلهم عن الأعمال الصالحة. وليس معناه أنه تصفد عن الصرع، الصرع مرض هذا، لكن تصفد عن المؤمنين لا تشغلهم عن طاعة الله عز وجل. أما الصرع هذا مرض، مرض يصيب الإنسان في رمضان وفي غيره، هذا نوع من المرض. نعم.